السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. نص قرار التربية الخاص بإضافة 5 درجات والسماح للراسبين بأداء الدور الثاني إلى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة عدا أقليم كردستان، تحية طيبة. بناء على ما قررته هيئة الرأي بجلستها رقم 12 المنعقدة بتاريخ 3/7/2024 والمبلغ إلينا بموجب كتاب مكتب الوزير هيئة الرأي بالعدد 2897 في 8/7/2024، تقرر الآتي: أولا، تضاف 5 درجات قرار جديدة إلى درجات القرار الخمس السابقة على نتائج الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024 لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي وطلبة المراحل المتوسطة والإعدادية للصفوف غير المنتهية بما فيها الإعداديات المهنية وفروعها كافة ومعاهد الفنون الجميلة في الأحوال التي يستفيد التلميذ أو الطالب منها لنجاحه وما تبقى منها يدور إلى الدور الثاني. ثانيا، اسمح لتلاميذ الصفوف الأربعة الأولى للدراسة الابتدائية المنتظمين بالدوام حصرا الذين رسبوا في امتحاناتهم الدور الأول للعام الدراسي 2023-2024 أداء امتحان الدور الثاني بغض النظر عن عدد المواد الدراسية التي رسبوا بها لإجراء ما يلزم العمل بموجبه مع وافر التقدير. شاكر نعمة عبد عون، المدير العام 9/7/2024. المتحدث باسم وزارة التربية كريمة السيد: مراكز الفحص والتدقيق مستمرة والحديث لا زال مبكر بشأن إعلان نتائج السادس الإعدادي. الامتحانات الوزارية هذا العام كانت الأكثر انتظام وانسيابية والأقل مشكلات. سنحدد قريبا مواعيد الدور الثاني. نظام الإعادة للسادس الإعدادي ليس قرار جديد وهو معمول به من سنوات. الوزارة رعت ظروف الطلبة وأعطت تسهيلات لجميع المراحل. لا يوجد دور ثالث لهذا العام. هناك ضغوطات عديدة تمارس على الوزارة مع كل مرحلة وكل نهاية امتحانات وعام دراسي جديد. التربية توجه بعدم استقطاع مخصصات المشاركين في التعداد السكاني العام. وجه معالي وزير التربية بتاريخ 8/7/2024 بعدم استقطاع مخصصات الخطورة ومخصصات النقل والمخصصات الأخرى بالنسبة للكوادر المشاركة بالدورات من أجل إنجاز المهمة الوطنية التعداد السكاني العام، ويعتبر تفرغهم تكليفا إضافة لمهامهم للتفضل بالاطلاع والعمل بالتوجيه أعلاه مع التقدير. المهندس عمار عبد الله عباس، مدير قسم المتابعة 8/7/2024. التربية توضح خطوات التقديم لمدارس المتميزين وثانوية كلية بغداد إلكترونيا. نشرت وزارة التربية إيضاحا لخطوات التقديم بمدارس المتميزين وثانوية كليات بغداد إلكترونيا بعد انطلاقها في اليوم الماضي ولغاية يوم الأحد 21 تموز، وأرفق ببيان مقتضب رابط التقديم على المدارس للاطلاع عليه، سيكون الرابط في وصف الفيديو. التربية توضح حقيقة تحديد مواعيد امتحانات الدور الثاني. نفت وزارة التربية تحديدها مواعيد امتحانات الدور الثاني للمراحل المنتهية وغير المنتهية للعام الدراسي 2023-2024. أفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد في تصريح للصحيفة الرسمية بأن وزارته لم تحدد حتى الآن أي مواعيد خاصة بالدور الثاني سواء للمراحل المنتهية أو غير المنتهية للعام الدراسي الحالي، عدا ما نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من كتب تتضمن مواعيد امتحانات الدور الثاني مزورة ولم تصدر عن أي موقع رسمي له علاقة بوزارته. وبين أن في حال تحديد أي مواعيد للامتحانات فسيتم إعلانها عبر الموقع الخاص بوزارة التربية حصرا، ويتم تعميمها بين مديريات تربية بغداد والمحافظات بشكل موثق ورسمي، والذي أكد أنه سيتم قريبا داعيا الطلبة لاعتماد الأخبار التي تخص وزارته من مواعيد امتحانات أو غيرها عبر الموقع الرسمي الخاص بها حصرا.